خالي ما يصير ايه ده انتوا لحقتوا ترجعوا؟ اصل المسرحيه طلعت مقلب، وتصور ده احنا قمنا من نص الفصل الاولاني. ميسة عرفك بابن وحيد. اتفضل يا بابا. ابني كنت عايش هنا ازاي يا ابني؟ عايش هنا ازاي؟ دي اعظم عيشة عشتها في حياتي. الشقة اللي قدرت افرشها بعفشم المسكينة الغلبانة بعد ما ماتت بعشر سنين. بس يا حبيبي بس يا حبيبي. يا سلام يا وحيد. لا يا ابني، انا اللي اشتريته المرحومه والدتك قبل ما نتجوز بيومين. نزلت انا وهي البلد لفيناها حته حته، وهي اللي اختارت العفش ده والطقم ده. بابا. نعم. سوري بابا. بديع سامحيني يا بديع سامحيني. بابا. نعم يا ابني. ودي كمان يا بابا شهادة الابتدائية والتوجيه بتوعك يا بابا. ايوه يا ابني وسبتهم معاها. بابا. نعم. ودي صورتك انت وماما وانتوا في الكوشة. كانت ليلة يا ابني لا يمكن انساها طول حياتي. بابا. نعم يا حبيبي. ودي اوضه النوم زي ما هي يا بابا. اتفضل اتفضل يا بابا. يا ابني مش قادر اقوم. اتفضل يا بابا. اسندني يا وحيد يا ابني. لا اجمد يا بابا اجمد. يا سلام يا ابني، انت بترجعني لاجمل ايام حياتي. انت ما تشوف روحك كده يا بابا. ما كنتش عايزة تموت يا وحيد. كان كل امل يا ابني ان اقابلها. هي اللي بعدت عندي. كنت فاكره انها بكده بتسعدني. هي اللي اصرت على الاتفاق من حياتي. كنت فاكره نفسها عقبه في طريق نجاحي. انا شم ريحتها يا وحيد. شم يا بابا شم. سامع كلامها يا ابني. ضحكتها بترن في وداني. روح حطها لا بترفرف حواليا. يا بابا يا بابا بلاش انفعال ازاي ده يا بابا. العفش ده يتنقل السرايا زي ما هو. انا هعمل له متحف واقضي فيه بقيه عمري. لا يا بابا لا لا اسمح لي اقول لك لا. سيبني هنا. انت بتقول ايه يا ابني؟ اسمعني بس يا بابا. انت مش برضه يهمك ان انا اعيش مرتاح؟ سيبني هنا سيبني هنا. وكفايه ان احنا تعرفنا على بعض. تعرفنا على بعض؟ ايوه. تعرفنا على بعض ايه يا ابني؟ هو احنا اصحاب؟ لا انا ابوك يا وحيد. ابوك اللي عاش محروم منك يا ابني من يوم ما اتولدت. ومن حقي يا ابني تعوضني عن كل سنين اللي فاتت. حتى لو جوزتك يا وحيد مش هتعيش بعيد عني، هتعيش معايا لحد ما تدفني بايديك. بعد الشر عليك يا بابا.
ابني عاطفة الأبوة شيء ما تحسهوش إلا لما تتجوز وتخلف وتشوف ولادك. ده أنا ابني ما صدقت لقيتك. أودع بكل اللي فاتني يا وحيد. مش أنت بس يا حبيبي اللي قاسيت لوحدك، أنا كمان يا ابني قاسيت كتير. جايز أنت كنت بتنسى همومك، كنت بتحاول تخرج من دايرة الفقر والاحتياج. أيوة. لكن أنا في وسط العز اللي أنت شفته ده، كان نفسي أخرج من دايرة القلق والضياع. أنا لا يمكن يا ابني أسيبك لحظة واحدة بعد النهاردة. خلاص يا بابا، معاك إلى الأبد. ابني بابا، ابني بس يا بابا، بس يا بابا، بس بس بس. يلا بينا يا بابا، اتفضل يا بابا اتفضل. خليني اسند عليك يا ابني، انا محتاج لك يا وحيد، محتاج لك يا دبرك يا بابا، محتاج لك يا ابني. تعالى يا وحيد يا حبيبي، نورت بيت ابوك. ميرسي يا بابا. يا كامل، كامل افندم. ساعه ليه عملتوا ايه في العفش اللي جه؟ كله تمام يا فندم، ست ميسه بنفسها وضبطته في الاوضه البحريه هي والشغالين. طيب خد الشنطه من وحيد بيه وطلعها فوق في الاوضه الشرقيه. حاضر يا فندم. ناديني الشغالين كلهم وبسرعه. حاضر يا فندم. تعالى يا وحيد، تعالى يا ابني. اتفضل يا بابا. تعالى اقعد يا حبيبي، اقعد. اتفضل يا بابا. انا مش عاوزك تعتبرني ابوك وبس، لا انا عاوز نبقى اصدقاء، يعني تقول لي كل اللي في قلبك وفي مخك. يا بابا ده انا ما صدقت اني لقيتك. اذا كنتش هفتح لك قلبي، امال هفتح قلبي لمين؟ ده انا وحيد. وعاوزك كمان تهزر معايا. ماشي ماشي. حلوه قوي. ماشي دي حافظ نكت؟ يعني. طب اسمعني. الو. اهلا يا سعاد. لا يا سعاد انا مش فاضي، خلي بهجت يتصرف. يا سعاد انا في اجازه لمده شهر ومش حاجه فيها الشركه. عملتوا ايه مع الدكتور سامي؟ اتصلت بيه؟ كويس، بكره الساعه 9 صباحا. طب اسمعي، بالنسبه للتزو الكوافير يجوا النهارده ضروري. طيب مع السلامه يا سعاد. الشغالين كلهم تحت امرك يا فندم. طيب يا كامل تعالى وحيد. اتفضل يا بابا. السلام عليكم. السلام. السلام. النهارده اسعد يوم في حياتي، اقدر اقول انه تاريخ ميلادي الحقيقي، لانه اليوم اللي لقيت فيه ابني الوحيد وحيد. وبالمناسبة السعيدة دي أنا قررت صرف مرتب شهرين لكل واحد فيكم. ربنا يخليك يا بيه ويتربى في عزك يا بيه. شوف يا باي. عاوزكم تحبوه زي ما بتحبوني. نحبه؟ وتخلصوا له زي ما أخلصتم ليا. حاضر يا ماما. عم كامل، صديق رحلة عمري وموضع سري واعتزازي واحترامي، كانت المرحومة والدتك بتعزه قوي يا وحيد، مش كده يا كامل؟ طبعا يا سعد. بس يا ابني. بس يا بابا. محمود الجنايني ده عندنا من البلد. خدمك يا ابني. وده صلاح طباخ. شوف طباخ قد ايه. واكل اكل السرايا كله. وده عم احمد دايما لابس طرطور بينام بيه. وانت اسمك ايه يا ابني؟ خليل يا سعد البيت. خليل، وده كمان خليل. طب اتفضلوا انتوا. مع السلامه. على شغلكم يلا. تعالى معايا يا وحيد، تعالى يا ابني يا حبيبي تعالى. If you could. ميرسي. شكر قوي 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 قوي. ها؟ ايه رأي سعادتك بقى؟ لا ده اللي مهببه ده انا. ايه اللي تعالوا ده انا؟ تركيز بمشي في الشارع بالشكل ده. انكشوا. وش يا حضرتك؟ ما تناسبوش غير التسريحة دي. رجعوا زي ما كان والا هاشفرك. انكشوا. ياي. ماشي. ما اقدرش. ما اقدرش يا سعادة البيت. سمعتي. حد يعرف ان انا اللي حلالك. يقول عليا ايه؟ ما بفهمش في الحلاقه؟ الحلاقه دي فن ولها اصول. بالمناسبه يا سعاده البيت، انا بسافر بغي كل سنه وحاصل على جائزه الكوكب الذهبي في الحلاقه. انت هتحكيلي ريق هذاك هلا. اسمع ده شعري انا، ملكي انا. رجعوا في مكان انكشوا. مش ناتشو. وبعدين هو ملك حضرتك لحد ما تقعد قدام الحلاق. عايز يبقى ملكك يبقى احلق لنفسك. بس وحيد. وحيد. اهلا يا ميسه. الله، ايه التسريحه الحلوه دي؟ تصوري تصوري حضرتك قال ايه؟ مش عاجباه. ليه مالها؟ اصلا دي حلوه قوي. عجبكي قوي.
اتفضل البس هدومك. ها ايه يا دكتور؟ هو ابنك فعلا طاير بيه؟ امال ابن المقفع ايه وعنده ايه؟ ده شوربه خالص. انا مش قادر افهم ازاي ده عايش لحد دلوقتي. عنده حاجه خطيره يا دكتور؟ كل اللي اقدر اقوله لك انه جه في الوقت المناسب، يعني شهرين اتنين كمان كان لا يمكن علاجه. يا دكتور اعمل معروف طمني، عنده ايه؟ يا طاهر بيه انا بقالي 30 سنه دكتور ما شفتش واحد عنده الامراض دي كلها مجتمعه. ده اتوبيس امراض متحرك بالهرسيا وانكليستوما واسكاريس وروماتيزم في المفاصل وتضخم في الطحال وفقر دم ورب، يعني كل الامراض المتوطنه متوطنه في جسمه. اصله يا سيدي كان عايش مع والدته في الريف. ايوه انا في الريف وبابا في التكييف. المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ طبعا لازم خطه علاجيه يلتزم فيها قبل ما تحصل اي مضاعفات، وزي ما قلت لك انه جه في الوقت المناسب. يبقى من بكره ان شاء الله نبدا العلاج. ان شاء الله. اسمح لي بالتليفون. اتفضل يا طاهر بيه. ايوه يا كامل. ايوه يا طاهر بيه. اتنين بس اللي وصلوا يا فندم. افندم؟ لا، ست سعاد مع ست ميسه فوق في اوضتها يا فندم. حاضر يا فندم. تفضل يا استاذ. تفضل. الاساتذه وصلوا يا فندم. تعال معايا بقى وحيد عشان تقابل اساتذتك الجداد. انا هعوضك عن كل اللي فات ان شاء الله. هعمل منك انسان عظيم، بس انت بقى قدامي الى العين. يلا يا حبيبي. لا ما تزرجلش ما تزرجلش. يلا يا حبيبي يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسف جدا يا اساتذه تاخرت عليكم دقيقتين. اتفضلوا اتفضلوا اقعدوا. ابني الاستاذ وحيد. اقعد يا وحيد. ابني اقعد. معلش هو مضطرب شويه. اقعد يا ابني اقعد. اقعد يا حبيبي. ايوه ريلاكس. في الواقع يا اساتذه انا بعت لكم باعتباركم الصفوه العلميه المختاره في البلد، والموضوع باختصار شديد جدا يخص ابني الوحيد. وحيد ابني لظروف. لا يا وحيد يا ابني رايح فين؟ ما بقى ما بقى مش كده. ما بقى اقعد يا ابني اقعد مش كده. وحيد ابني اساتذه لظروف لا داعي لسردها اتحرم من التعليم، وكل قدر يكتسبه بمجهوده الفردي انه قدر يقرا الجورنال. تشاش. في الواقع انا مؤمن بطلب العلم من المهد الى اللحد، وكل امل يا وحيد يا ولد تقعد رايح فين وبعدين بقى كده؟ كده مش كويس. ايه خايف من ايه؟ مش هياكلوك، دول اساتذتك لازم تحبهم. مش هاكلوني. لا اقعد. هقعد جنبك بقى. في الواقع يا اساتذه انا مؤمن جدا بطلب العلم من المهدي الى اللحد، وكل امل في انكم هتعاونوني على تسقيفه وتقريبه من علوم العصر، وانا قررت افتح له هنا في الفيلا معهد خاص. انا طبعا مش طمعان انه ياخد شهادات، لاني مش ناوي اوظفه. انا كل اللي يهمني انه يتجهز علميا عشان يمكن تدريبه اداريا لاستلام شركاتي واداره املاكي واموالي. عاوزكم ان شاء الله تضعوا خطه لتسخيفه في اقصر مده ممكنه، وكل يهمني انه يجيد اللغات العربيه اولا والانجليزيه والفرنسيه، ويعرف من الجغرافيا موقع بلاده من العالم،
ويعرف من التاريخ تاريخ بلاده وارتباطه بتاريخ البشرية. وأنا على نفسي إن شاء الله مش هبخل بأي شيء لتحقيق خطتكم. مش هاخد من وقتكم النهاردة أكتر من كده. وإن شاء الله نتقابل بكرة في نفس الميعاد ومع كل واحد من حضراتكم تصوره في هذا الموضوع. ودلوقتي أنا حاسبكم تتعرفوا على ابني وحيد طاهر عبد الظاهر. تفضلوا حضراتكم فوق المكتب. تفضلوا معاهم يا كامل. حاضر. تفضل يا فندم. تفضل يا بيه. تفضل يا بيه. عيب اللي بتعمله ده عيب. صباح الخير يا ست بديعه. الله يرحمك اللي سرتك مسك. ايه يا زمن، فين الباشا الكبير يشوف ابن ابنه وحيد بيه وهو بيتمتع هنا في عز ابوه؟ يا حليله يا حليله هو علي جاني. ايه صباح الخير يا عم كامل. اهلا صباح الخير يا عم كامل. اهلا وسهلا. انا مسيك واحد ليلي من دول يا عم كامل. لا ولا كحلي ولا حاجه يا اخويا. ايه دلوقتي بقى في سهر وفيه كلام؟ الفيلا دي كانت بتنام من الساعه 8 من النهار ما شرف وحيد بيه وهم بيناموا الساعه 3 صباحا. ما وحيد بيه فين يا عم كامل؟ ايوه موجود. رجلك فوق الاثنين فوق كده متساويين مع بعض. رجلك ها هوبي لا واحده هوب ايدك فوق رجلك فوق يا وحيد فوق هوب ورايا هوب هنا رجليك فوق كده هوب ايدك فوق ايوه هوب هوب ورايا ورا يا سلام. الله الاولاد شكلهم حلو قوي قوي يا فندم. صباح الخير يا كامل. صباح الخير يا سعد بيه. اتلف في طفل الجنينه. حاضر يا فندم. هوب 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 انا كمان. كده يا رياض خف شويه بعدين يكسروا العمود الفقري. سيبه يكسر العمود الفقري يمكن يكون هو ده سبب فقري. ايه يا بيه بشوش يا رياض خليك حنين على الولد. يا فندم عضلاته ميبسه قوي ومفاصله سايبه لازم اتك عليها شويه عشان المسائل تلين. انتوا هتدخلوني الساقه. الله هو جسمه قليل كده ليه يا خالي؟ الظاهر وراسه يا ميسة. وراسه؟ طب ما انت اهو ما شاء الله يعني. اصل وحيد واخد حاجات كتيره من المرحومه والدته الله يرحمها. كان جسمها الا واحد اثنين ثلاثة اثنين. جميل كمان مرة. جميل. ركز معايا وحيد بيه لو سمحت. ايوه مركز اهو. واحد ايوه اثنين ايوه ثلاثة اثنين. جميل. واحد ايوه اثنين ثلاثة ثلاثة. برافو هاي العظيم. يلا بقى وريني كمان مرة. كمان مرة يلا بسرعة. مش هشتغل وحيد بيه. اتفضل وريني. واحد ايوه اثنين ثلاثة. واحد واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. عظيم. اشتغل بقى عشان 50 مرة انا رجالك على طول. يلا واحد اثنين ثلاثة واحد.
تعال 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 يا بطل. يا وحيد ابني، انت تعبت يا ابني ولا ايه؟ تعبت ده انا اتهد حيل حيل حيل. الواحد زمان كان بيجري مضطر، يجري ورا الترماي ورا الاوتوبيس، يجري من العسكري في الموالد، لكن الواحد بيجري دلوقتي من غير سبب، والجري من غير سبب قله ادب. انا مش قادر افهم لزومه ايه الجري ده اللي على غيار الريق. هو انت لسه شفت حاجه؟ اما لما تدخل بقى على تمرينات اليوجا والكاراتيه هتعمل ايه؟ يوجا وكاراتيه؟ ده انتوا عايزين الواحد يقلع من هنا بسرعه. يا ابني المثل بيقول العقل السليم في الجسم السليم. سليم؟ سليم. يا عيني حتى الحكم والامثال عندكم لها لغه وطعم تاني غير الامثال اللي اتعلمتها ايام الصعلقه. هناك يقول لك ايه؟ ابليس بيخربش بيته. ابنك على ما تربيه. ابنه على كتفه يدور عليه. صاحب بالين كذاب. خنفسه شافت ولادها على الحيط قالت دلولي ملضوم في خيط. القرد في عينه مو غزال. ايه ابني ده؟ ده انت موسوعه امثال شعبيه. واللي يعيش يا ما يشوف، واللي يلف يشوف اكتر. قول يا وحيد قول. واللي ما هو في ايدك يكيدك، واللي عند الناس بعيد. وعندك كمان يا سيدي يقول لك ايه؟ اللي ما يعرفش الصقر يشويه، واللي ما يخافش من الله يتخاف منه. ايوه. واللي ما يفيض منه جعان. وحضرتك بقى بتحفظ الامثال دي كلها ليه؟ كان سلاحنا في الحياه انا وامي، كانت العمله اللي بنتعامل بيها مع الناس. انت من مواليد ايه يا وحيد؟ من مواليد ضرب العنب شارع محمد علي قسم الازبكيه القاهره مصر. لا قصدي برجك ايه؟ برجي الطور. الطور. شوف يا سيدي، السعاده تطرق بابك وانت في وفاق مع من تحب. انت بتحب يا وحيد؟ الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي هي امي الله يرحمها. بعدها كرهت الدنيا باللي فيها. تكفيك كام جنيه في الشهر يا وحيد؟ قصدي مصروف يعني. 5 جنيه في الشهر. إيه كتير؟ 4. ده انا مصروفي اليومي اكتر من 10 جنيه. يا دوب، ما انت ماسكه مصروف الفيلا دي كلها. يا ابني الفيلا دي بتصرف لها 2000-3000 جنيه في الشهر. انا هعمل لك 600 جنيه في الشهر، كويس؟ 600 جنيه في الشهر؟ دادي. نعم يا وحيد. انا من ساعه ما لقيتك نفسي اقول لك حاجه، واتمنى لو سيادتك تحققها لي. العناية ليك يا ابني، اؤمر يا وحيد. نفسي اغير اسمي، عايز اتخلص من وحيد. انا من ساعه ما لقيتك ما بقتش وحيد. انا نفسي تسميني هناء، رضا، سعيد، مسعد. سعاد. سعاد. تسميني سعاد؟ لا مش للدرجه دي. لا ده انا قصدي اقول لك سعاد جاي هناك ايه. صباح الخير. صباح النور. النور يا سعاد. الفطار جاهز يا ساتر. طيب يا كامل اتفضلوا. يلا تعالى يا سعاد. يلا يا اولاد. مفيش فايده معاك ابدا. خير يا سعاد؟ اصل بصراحه يا فندم انا قلقت على سعادتك. حضرتك بقالك 3 ايام ما بتجيش الشركه، وكل ما اتصل يا اما مش موجود يا اما مشغول. يا سعاد انا الجمعه دي متفرغ تماما لوحيد لحد ما يدخل خطه الموضوع له. ايوه يا فندم، بس الشغل متعطل في الشركه وفي اوراق لازم حضرتك تطلع عليها عشان ندي فيها راي. مفيش فايده معاك يا سعاد، وريني يا ست الورق اللي معاك. ده موضوع انساني مستعجل. حامد افندي طالب 50 جنيه سلفة. والراجل ده مبطلش سلف. اصل يا فندم مراته جابت توأم بنتين. مش معقول يا سعاد. لا دي تشنيع علي. والله يا فندم. ايه ده؟ يعني يبقى عنده دلوقتي 9 بنات؟ 9.
لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الراجل ده غلبان. يا سلام يا سي خالي، هي البنات دعوة ولا إيه؟ في أزمة المساكن يا ميسة يبقوا دعوة، ما فيش أزمة مساكن يبقوا نعم. شفت الكلام؟ أو ده المظبوط الكلام ده. بقول لك يا سعاد، نعم، اصرفي له 100 جنيه مساعدة من الشركة. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل يا فندم. ايه ده يا ميسة؟ بلح الشام؟ بلح الشام ايه؟ دي بطارخ. هو ده بقى الاختراع اللي اسمه بطارخ؟ اهلا يا بطارخ بي، اهلا اهلا، انا سعيد بلقياك. يا واد بقى بطل الحاجات دي، بلاش تدهش كل ما تشوف صنف جديد. اصل بصراحة يا بابا انا من ساعة ما جيت عندكم وانا مذهول على طول، بقى العز ده كله في الدنيا وانا ولا على بالي. دي الساعة بقت 9، انا يا دوب الحق الكلية. باي باي. سلام يا باي باي. بسم الله. ميرسي قوي. ميرسي قوي. طب اقطع دراعي ما كان نفسك تاكلي، بس عندنا راحة مكسوفة. كلي كلي، ده الاكل هنا عندنا يغمى. انت فطرت يا سعاد؟ بصراحة يا فندم ما فطرتيش. ما لحقتش يا فندم. طيب افطري مع وحيد، ولا مكسوفة منه ولا ايه؟ هو في حد طلع عيني قدها؟ نعم يا استاذ. في ايه يا استاذ؟ طاير بيه مسافر يا استاذ، اطلب لك بروز النبدة ولا ايه يا استاذ؟ باين عليها مش عارفة. هات يا ست الورق اللي معاك ده، هروح اقراه في المكتب بعد تفطري. حصلنا على المكتب يا سعاد. حاضر يا فندم. على اذنكم. مع السلامة يا دادي. اسمع بقى، انا عايزك تفوق لي وتمسك اعصابك وتسلك ودانك وتصحى للدنيا من حواليك. النهارده اخطر يوم في التجربه كلها. ايه في ايه يا سعاد؟ عاوزك تبقى سوقي، تبرطم، تبوق، تبقى صليط اللسان. لا من ناحيه دي اطمني، طبيعي. انا النهارده اتلكيت عشان اجي اقابلك. في واحد اسمه الدكتور عبد الخالق، ده بتاع علم نفس. ايوه ايوه، ده اللي جاي النهارده عشان يديني دروس. ده بقى بلوى مسيح، تاخد بالك منه كويس قوي. ايه بيشتغل مخبر؟ انا مش فايقه للهزار يا مسعد، عايزك تستعبط عليه، تدخل في شخصيه وحيد كانك انت فعلا وحيد طاهر عبد الظاهر. عايزاه يحس فيك بالضياع. انا ضايع؟ قصدي انا جاهز. تلعب بيه قبل ما يلعب بيك، وتاخد بالك منه كويس، ممكن قوي ينيمك تنويم مغناطيسي، وساعتها حلو هتبقى وقعت لهباب، هتقول كل حاجه من غير ما تشعر. يا اذا كانت مساله فيها تنويم مغناطيسي انا فلسع من دلوقتي. اتهد واقعد وادخل الحمام زي خروجه. عايزك تفهمه انك ما بتعرفش تقرا وتكتب، ولا اقول لك بتقرا وتكتب طشاش؟ طشاش. المهم انه يتاكد فعلا انك وحيد طاهر عبد الظاهر. ماشي ماشي ماشي. وخلي قلبك حديد طول ما انت جنبي، بحيث ان انا اقوى انسان في العالم. هاتي واحدة هاتي واحدة. عرف عقلك هتودينا في داهية. بتتعشاني اوي يا سعاد. الفرج قريب. شايف الأوضة اللي هناك دي؟ اللي بتطل على الجنينة دي؟ دي أوضة دادي. حلمي وكل اللي طالباه من ربنا انه يرضى عليا واتلم انا وانت في الأوضة دي. مش طالبة منه غير الأوضة دي وانت طبعا. كل اللي بنعمله ده عشان الاوضه دي، وقاعده زي اللي احنا قاعدينها دي، والولاد بيتنططوا حوالينا كده زي كتاكيت. وايه كمان يا سعاد؟ والستر. ايوه الستر، مش طالب منك غير الستر. على فكره الستر هنا عندنا للركب. عن اذنك بقى. انا جاي معاكي، انا جاي معاكي. ادخل. خلاص يا فندم فطرت. لا لا مش شفا، اقعدي يا سعاد، على الله ما يكونش وحيد ضايقك. بالعكس يا فندم، ده ظريف قوي. اصله واضح قوي، ما بيتكسفش من حاجه ابدا، واللي في قلبه دايما على لسانه، وكلامه سوقي شويه. شوف يا سعاد،
بالنسبة للممارسة اللي هتتم النهاردة فلازم بهجت هو اللي يمارس بنفسه، فاهمة؟ حاضر يا فندم. واسم المؤيسات، يجهز المؤيسة لعملية كبر الوصفية ويبعتولي معاكي بكرة إن شاء الله. حاضر. ادخل. الأستاذ الدكتور عبد الخالق وصل يا فندم. عظيم، وحيد بيه فين؟ في أوضته يا فندم. طيب قدم له حاجة لحد ما يوصل له وحيد. حاضر. ألو. أيوة وحيد. ايه انا مين؟ بيقول لي انا انا ابوك يا ولد. بقول لك ايه، انزل دلوقتي حالا وبسرعه، الدكتور عبد الخالق في انتظارك. موفق ان شاء الله وربنا هيكرمك. يلا بسرعه يا حبيبي. انا وضع كل املي في الدكتور عبد الخالق، واثق انه هيخلي وحيد انسان مثقف، انسان عصري. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا سعاد. ادعي لي يا عم كامل. ربنا معاك يا ابني، بس خلي بالك يا وحيد يا ابني ان العلم جنة الحياة. يعني انا دلوقتي داخل الجنة؟ بس يا مكان في نفسي المرحومة والدتك تكون عايشة معانا وتشوف اللي بيحصل ده. على كل حال يا عم كامل، تلاقي روحها بترفرف حوالينا دلوقتي. الستر مش طالب منك غير الستر. انا ماشية بقى يا عم كامل، رايحة الكلية. بعد السلامة. ستي انت بتعيط يا عم كامل؟ لا 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 ابدا. لا بتعيط في ايه؟ لا بالعكس، ده انا فرحان، فرحان قوي، فرحان فرحه عمري ما كنت اصدق انها هتحصل. مين كان يصدق ان وحيد بيه هيرجع لابوه؟ انت طيب واصيل قوي يا عم كامل. امال فين وحيد؟ راح ياخد الدرس، ربنا يوفقه. ان شاء الله هيوفقه. عم كامل انا عايزه على الغدا فراخ وشركسيه. ده من عينيا للتين يا ست الكل. تسلم عينيك، هتوحشني لحد ما ارجع. نعم هوحشك. امال يعني ما كنتش بوحشك زمان؟ ما كنتش عارفه قيمتك يا راجل يا عجوز. باي باي يا اجمل عم كامل في الدنيا. مع السلامه يا ستي. مص على حسان البرق. امال السويد وحيد طاهر عبد الظاهر. ايه بتكتب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عظيم، على كده بتعرف تقرا وتكتب. سأسأ. نعم؟ يعني مش قوي، يعني زي ما تقول بعكك. سأسأ. يعني زي ما تقول طشاش. طشاش. براوة عليك. براوة. ومش من الواجب انك تكون في الحصة قبل ما يجي استاذك؟ هدي بقى ولا مؤاخذة بيه ليك حق فيها، معلش امسحها فيا وجل من لا يسهو وفوت. امسحها وفوت. وجل من لا يسهو المسامح كريم وما تدقش. وما تدقش. طيب اتفضل اقعد اقعد. تشكر تشكر يا ذوق يا ذوق. والدتك اسمها بديعة، صح يا بي؟ وايه رأيك فيها؟ ست عظيمة جدا، ضحت بحياتها علشانك، رفضت تتجوز بعد ما ابويا سابها، الله يرحمها وهبت حياتها علشانك. كانت
بتشتغل رقاصة. عيب يا بيه. ايه ما كانتش بتشتغل رقاصة؟ لا ما كانتش رقاصة، كانت راقصة بالي. يعني رقاصة؟ لا فنانة. فنانة رقاصة يا ابني ما تفرقش. اسمع فرد، انت جاي تقيطني ولا ايه؟ ولا ايه العبارة؟ شيل ايدك من فضلك. تقيطني ولا ايه العبارة؟ وبلاش اللون ده معايا. وروق الاناني تعوم. اللون ده معايا وروق الاناني تعوم. طيب يا وحيد، طيب وايه رأي والدتك في والدك؟ نعم اخويا. الى اللقاء بكره يا حبايبنا.